ان الروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. الحقيقه الانجيل في ايتين مش راكبين على بعض. في ايتين قريناهم دلوقتي مش راكبين على بعض. يقول لك الاب نفسه يحبكم. ماشي. ويجي في اخر الانجيل يقول لك في العالم سيكون لكم ضيق. هل الضيق هو علامه محبه الاب لنا؟ سؤال لازم نساله. بيقول ان الاب بيحبنا لكن مع ذلك بيصر ان في العالم سيكون لكم ضيق. خد بالك كررت الحكايه دي قبل كده وهقولها لكم تاني. ما قالش في العالم احيانا واحيانا يكون لكم ضيق، في العالم ساعات اه وساعات لا، في العالم ناس اه وناس لا، ما قالش كده خالص. قال في العالم سيكون لكم ضيق. هل هذه هي علامه محبه الاب؟ احيانا بتبقى علامه محبه الاب ان يكون لنا ضيق. نقول مثالين بسرعه. قصه يوسف هي اكبر مثال لكده. يوسف كان شخصيه حلوه لكن كانت شخصيه ضعيفه وهو لابس القميص الملون. الله يحب يوسف وعارف ان الشخصيه دي ممكن تنقذ مصر وتنقذ العالم القديم كله من المجاعه، بس شخصيه ايه؟ لسه طريه. كان لازم يحطه في ضيقة، يحطه في شدة، والشدة دي تستمر فترة، وبعد كده يبقى إيه؟ يوسف عنده 30 سنة، إنسان مكتمل يقدر يقعد على كرسي مصر وينقذ العالم كله من المجاعة. الضيقة بالنسبة ليوسف كانت علامة الإيه؟ المحبة. أحياناً نخش في ضيقة فنسأل ربنا ليه؟ وكل واحد فينا بيسأل نفس السؤال. أيوب، سفر أيوب كله من أوله لآخره أيوب بيسأل نفس السؤال، ليه يا رب تعمل كده؟ ده أنا إنسان كويس ما بعملش خطية. لكن الله له وجهة نظر تانية. هو نفس أيوب في آخر التجربة قال كده، قال أنا كنت أعرفك من زمان بسمع الودان، كنت أعرفك بس بسمع الودان، الآن رأتك عيناي. بقى في علاقة فعلا حلوة بينه وبين الله بسبب الفترة اللي قضاها فين؟ في الضيق. أحيانا الله يسمح بالضيق ويكون الضيق بالنسبة لنا علامة الحب. من يحبه الرب يعمل فيه إيه؟ يؤدبه. هيأدبه إزاي؟ هيحطه في ضيقة. خد بالك ان الضيق هو علامة حب الاب ليا. عشان كده يجي يعقوب يقول لك ايه؟ احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. طب ليه نفرح؟ ليه نفرح؟ نفرح بالضيق لانه علامة حب الله لينا. الله يريد ان يغير الشخصية. الله يريد انه يخلق مننا انسان جديد. الله يريد أن يميت الشهوة اللي جوه قلبي. هيموتها إزاي؟ هيحطك في الضيق. خد بالك، احفظ الجملة دي، الضيقات هي علامة حب الله لينا. عشان كده قال في العالم سيكون لكم ضيق. طب وهتسيبنا يا رب؟ لا، ثقوا أنا قد غلبت العالم. يقول لك قد قلت لكم هذا ليكون لكم في سلام. يعني أنا من الأول بقول لك عشان لما يحصل ما تحسش إنك بعيد، ما تحسش إن أنا سبتك، ما تحسش إن أنا عاقبتك أبدا. ليكون لكم في سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، والضيق هو علامة حب الآب لينا. كل سنة وأنتم طيبين. لإلهنا المجد دائما أبديا أمين. موقنو ايه مبشار مليا